بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنسات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده ان شاء الله هنحل اسئله ليسون 1 في يونت 6 من كتاب المعاصر. هنحل اسئله الدرس الاول في الوحده السادسه من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدا متنسوش تشتركوا في القناه، اسم القناه الانجليزي وجماله، واشتركوا في صفحتي على الفيسبوك، اسم الصفحه انجليزي من الصفر. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال listen and complete، يعني استمع وأكمل. ده سؤال استماع، يعني الكلمة اللي بتسمعوها من المس أو المستر في الامتحان بتكتبها في النقط. نص الاستماع عبارة عن ديالوج حوار بين أحمد وإماد، يعني أحمد وعماد. أحمد بيقول لعماد what are you doing إماد، يعني ماذا تفعل يا عماد. رد عليه وقال له I am cleaning up the music room، أنا أنظف حجرة الموسيقى. أحمد قال له can I help you، يعني هل يمكنني مساعدتك. رد عليه عماد وقال له sure، بالتأكيد. can you move the bass، أنت تستطيع، هل تستطيع أن تنقل آلة البيس and put it by the window، وتضعها بجوار النافذة أو بجوار الشباك. أحمد قال أوه، طبعا الآلة تقيلة عليه، فبقول أوه I can't lift it by myself، أنا لا أستطيع أن أرفعها بنفسي أو بمفردي. It's so heavy، إنها ثقيلة جدا. فعماد قال له I'll take it، يعني سوف أخذها. تاني سؤال choose the correct answer from A B C or D، اختر الإجابة الصحيحة. Number one I am getting ready for the concert، يعني أنا أستعد للحفلة الموسيقية. جملة زي كده مرت عنا في الدرس، وخدنا get ready for على بعضها كده بمعنى يستعد لي. الفعل get كده مصرف في زمن المضارع المستمر. I am getting ready for the concert. Number two I can't lift this box it's so heavy، يعني أنا لا أستطيع أن أرفع هذا الصندوق، إنه ثقيل جدا. وقلنا لازم ناخد بالنا من الليفت اللي بالآي والليفت اللي بالإي. اللي بالآي بمعنى يرفع، لكن اللي بالإي بمعنى يسار، فإحنا طبعا هنختار اللي بالآي بمعنى يرفع. Number three pupils التلاميذ can sing يستطيعوا أن يغنوا in the school concert، يستطيعوا أن يغنوا في حفل المدرسة الموسيقي. Number four I can move the bass، أنا أستطيع أن أنقل أو أحرك آلة البيس. Number five what's going on in here، ماذا يحدث هنا. خدنا go on بمعنى يحدث. Number six Nancy is helping her mother clean up the kitchen، يعني نانسي تساعد مامتها في تنظيف المطبخ. كده الفعل مصرف في زمن المضارع المستمر، ضفنا للفعل I إن جي. Number seven put it over there، ضعيها هناك by the window بجوار الشباك أو النافذة. Number eight do you want some help، قلنا لتقديم المساعدة ممكن نعرض المساعدة على شخص بطريقتين، ممكن أقول له can I help you، هل يمكنني مساعدتك، وممكن نقول do you want some help، يعني هل تريد بعض المساعدة. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده عندنا passage قطعة، read the passage and answer the questions، اقرأ القطعة وأجب عن الأسئلة. مستر حسام is our music teacher، يعني مستر حسام الأستاذ حسام هو مدرسنا للموسيقى. He is very busy today، هو مشغول جدا اليوم. He is getting ready for our school concert next week، هو يستعد لحفلنا الموسيقي في المدرسة الأسبوع القادم أو الأسبوع المقبل. He is asking the pupils to help him، هو يطلب من التلاميذ أن يساعدوه. أحمد is cleaning up the music room to help his teacher، يعني أحمد ينظف حجرة الموسيقى
لكي يساعد معلمه أو مدرسه. ماري wants to help too. ماري تريد أن تساعد أيضا. She wants to move the base. يعني هي تريد أن تنقل آلة البيس. And put it by the window. وتضعها بجوار النافذة. But ولكن it is so heavy. ولكنها ثقيلة جدا. It بتعود على آلة البيس. أحمد helps her. أحمد يساعدها. To move it. أن تنقلها أو تحركها. مستر حسام is not happy. يعني الأستاذ حسام أو مستر حسام ليس سعيد أن يرى الفوضى. بعد كده الأسئلة it shows the correct answer from A, B, C or D. Number one, مستر حسام is getting ready for the concert. زي ما قلنا في القطعة قلنا هو يستعد للحفلة الموسيقية يبقى concert. Number two, مستر حسام is asking the pupils to help him. قلنا مستر حسام بيطلب من التلاميذ أن يساعدوه. قلنا pupils التلاميذ. يبقى بنختار الكلمة الموجودة في القطعة. بعد كده answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية. Number three. When is the school concert? يعني متى تكون حفلة المدرسة الموسيقية أو حفل المدرسة الموسيقي؟ هنقول next week الأسبوع المقبل أو القادم. Number four. Why is أحمد cleaning up the music room? لماذا أحمد ينظف حجرة الموسيقى؟ To help his teacher. لكي يساعد معلمه. بعد كده rearrange الترتيب. Number one هتبقى سامية can't lift the bass. يعني سامية لا تستطيع أن ترفع آلة البيس. Number two سؤال مر علينا في الدرس. What's going on in here? What's going on in here? يعني ماذا يحدث هنا؟ بعد كده علامات الترقيم. Number one. الام في مريم. أبصرف في اس بعد مريم. وفي الآخر full stop. Number two. الدبليو في what. الكي في كريم. وفي الآخر question mark علامة استفهام. علشان ده سؤال بيبدأ بكلمة استفهام. What. كلمة استفهام بمعنى ما أو ماذا. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في صفحة انجليزي من الصفر على الفيسبوك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.